قبل ما نحكي عن تداعيات هذا المرسوم، وأيضا كنا عم نحكي قبل الهوى بأنه هناك تسمية أطلقت على هذا المرسوم على أنه مرسوم تعديل التعريف، بينما هو التعبير التقني الحقيقي هو مرسوم زيادة الأسعار. بس قبل ما نحكي بهذا المرسوم، تعودنا دائما على أنه في هذا الاقتصاد يعني المكموش وهذا الاقتصاد الصغير كان قطاع الاتصالات هو أهم مورد للدولة فيما يتعلق بالإيرادات التي تحققها. اليوم عم نشهد وكأنه هذه البقرة الحلوب اللي كان يستفيد منها كتار دخلت في مرحلة حتى الانكماش وتحولها إلى ربما قطاع يتحول إلى عجز مثل ما تحولت له مؤسسة الكهرباء وقطاعات إنتاجية أخرى. شو خطورة الشيء اللي عم بيصير بقطاع الاتصالات قبل ما نفوت بالمرسوم؟ يعطيك العافية أستاذ آدم وشكرا على الاستضافة. الحقيقة أنا قبل ما جاوب على سؤال حابب بس أقول أنه لأول مرة بطلع على بلاتو تلفزيوني، كنت حابب أحكي على أهمية قطاع الاتصالات بالنسبة للمجتمع والديناميكية تبعه اللي بتأثر على تطور الاقتصاد بشكل عام، وبتساعد أكثر كمان الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها تقدر تعمل إنتاجية أكثر. زيادة عن هيك في قطاعات أساسية مثل القطاع التعليمي والقطاع الطبي بيستفيدوا جدا من قطاع اتصالات متطور، لأنه عم نحكي نحن على الديجيتال ترانسفورميشن، يعني على التحول الرقمي بالمجتمعات. زيادة عن هيك في عنا شيء أساسي أنه الناتج القومي الإجمالي بيستفيد بشكل مباشر من قطاع اتصالات، خصوصا القطاع الخليوي ناجح ومتطور. يعني في دول بالعالم عم تسعى انه يصفي البارتيسيبيشن او الكونتريبيوشن من قطاع الاتصالات يوصل لرقمان، يعني هلا عم يطمحوا انه 8% واذا بيقدر يوصل لل 10%. فللاسف ما جايين نحكي عن هالمواضيع، انما جايين عم لنحكي عن مراسيم او قرارات يمكن تتاخذ اليوم بمجلس الوزراء راح تؤدي الى انكماش. نحن بعدنا اليوم ما وصلنا للانكماش، انما اذا حكينا على المرسوم اللي هن بسموه تعرفي انا بسميه اسعار، راح يكون عنده ضرر مباشر على المجتمع وعلى شرائح كبيرة من المجتمع وعلى استعمال القطاع الخليوي أو الاتصالات من قبل شرائح كبيرة أو حتى قطاعات كثيرة. بس إضافة على شو عم بتقولوا، إنه اللي عم بتقولوا يؤكد يعني نحن تعودنا على كل البيانات الوزارية اللي طلعت وأيضا المشاريع الاقتصادية أو إذا بدك الخطط الاقتصادية، دائما في تركيز عبارة على براسنا إنه التركيز على تحفيز تكنولوجيا المعلومات وما سيساهم ذلك من تحسين الوضع الاقتصادي. بالوقت يلي عم نشوف أو حنناقش بالتفصيل معك إنه هذا المرسوم أو في حال إقراره بالشكل الذي سيقر عمليا يطيح بهذه العبارة أو حتى يطيح بهذا يعني مروج له انه على ضروره التركيز على هذا القطاع للمساهمه بالاقتصاد. صحيح. ارجع على مرسوم الاسعار، انا الحقيقه ب 17 شباط 2022 كتبت مقالي بالمفكره القانونيه، لانه من وقتها كنا عم نحكي نحن على زياده الاسعار، وكانت الطريقه اللي عم بيفكروا فيها بزياده الاسعار واضحه، انه انا بعمل خصم بشيل هالقد بزيد هالقد بخليهم على الدولار وبحسبهم على سعر دولار صيرفة أو على سعر دولار اللي متعارف عليه. يمكن نقدر نوصل إذا راحت صيرفة نصرفي عم نحكي على سعر دولار السوق. ليش مصر على تعبير أنه هذا المرسوم هو زيادة أسعار مش تبديل التعريف؟ هل لأنه تبديل التعريف له فلسفة أو مقاربة مختلفة عن التعبير التقني اللي هو زيادة الأسعار؟ صحيح صحيح. لما بدنا نحكي يعني بالوضع اللي نحن وصلنا له تنحكي فيه على زيادة أسعار، لأنه عندنا اقتصاد صار منحل وفي عندنا تضخم مفرط، يعني نحن بهايبر انفليشن مود، فطبيعي أنه نتطلع على القطاعات اللي بتحتاج لعملات أجنبية، يعني اللي بدها عملات صعبة، إن نقدر نخليها باستمرارية، يعني نقدر نستمر فيها مش إنها تقدر توقف. فمن هون منبلش قبل كل شيء نطلع على مصاريفنا، قدين احنا عم نصرف وشو منقدر نخفف من هالمصاريف، علما أنه نحن بنعرف أنه السنين اللي سبقت كان في تضخم هائل بمصاريف قطاع الخليوي. فقبل كل شيء قبل ما أشوف أنا شو بقدر زيد بدي أطلع أنا قديه بقدر خفف من مصاريفي،
وبس اوصل للكوست الاساسي اللي ما في انزل تحته حتى امن القطاع، بتطلع على القدرة الشرائية للناس، بتطلع على الوضع الاقتصادي، بتطلع على شو الحكومة عم تعمل بموضوع المداخيل اللي هي صارت كمان معدومة، وتماشيا مع هاي بعمل سعر جديد، تعرفة جديدة كوست بلس، بتخليني أمن استمرارية لهالفترة اللي عم نمرق فيها بهالوضع الاقتصادي السيء والمالي، اني اقدر اعمل سيرفايفنج، اني انا اكون عم امن استمراريه هالقطاع بدون ما اكون عم بعمله كجبايه ضرائب مثل ما كانوا معودين عليه بالسابق. ف واللي بياكد هالشيء انه حتى الوزير بتصريحه امبارح كان عم يحكي انه هو حسب الموازنه اللي عم بيعدوها لسنه 22 مطلوب من قطاع الخليوي انه يامن 960 مليار ليره. طيب نحن فتنا رجعنا بنظام ضرائبي، يعني عم نرجع ناخد ضرائب، ما عم نحكي على استمرارية قطاع انه مجبورين نزيد الأسعار لأنه في عنا قطاع إذا ما صرفنا عليه المينيموم راح يوقف. فمن هالمبدأ انه الطريقة اللي انشغلت فيها واللي حسب ما مبيني بالمرسوم انه راحوا على الأسعار اللي بالدولار اللي كانت موجودة على 1005، قالوا نحن رح نعمل عليها خصم. الوزير مقترح رقمان، يا بيخصموا 75% يا بيخصموا بسعر صيرفه وبيضربوها بسعر صيرفه المتقلب على بالمناسبه، يعني صحيح ما حيكون مستقر سقف معين، يا بيضربوها ب 66.6% 67 تنكون دقيقين، وبيضربوها بسعر صيرفه. يعني بالنتيجه اذا بدنا نعمل خلاصه على موضوع الزيادات، ما بعرف شو سعر صيرفة اليوم، بس إذا أخذنا أنه صار 25,000 أو 23,000، يعني نحن عم نحكي بين 4-6% زيادة عن الأسعار اللي كانت أو اللي موجودة هلأ إذا توافق على المرسوم التسعير الجديد. بمعنى آخر، إذا كانت الواحد فاتورته 100 دولار يعني 150,000، بده يضربها بأربعة أو بخمسة أو بستة حسب اخر اسعار صيرفه. بالمقاربه اللي قدمتها، يعني ما في الا ما اربطها بالمقاربه اللي اعتمدتها الموازنه التي لم تقر حتى هذه اللحظه بالمناسبه الا بالحكومه، واللي هي تستند او تعتمد بشكل اساسي على انه انا بدي زيد من ايرادات الدوله عبر رفع الضرائب بالوقت اللي نحن بازمه اقتصاديه ماليه منهكه للمواطن وقدرات الشرائيه، دون اخذ بالحسبان انه التعديل الرقمي او الحسابي لما قد تحصل عليه الدوله من ايرادات نتيجه رفع الضرائب ممكن يؤدي الى نتيجه عكسيه عبر عدم قدره المواطنين على شراء هذه السلع وبالتالي دفع الضرائب، مما يؤدي حكما الى يعني خلاف توقعات الموازنه بانه يحصلوا الضرائب بناء على توقعاتهم. كانه هذه المقاربه حتى تسقط على مقاربه المرسوم، انه انا بعلي التعرفه او بزيدها بالوقت اللي انا مش ضامن اذا حيكون في جزء كتير كبير من اللبنانيين حيكون عندهم اكسس على هذا القطاع ليدفعوا الفاتوره من الاساس. صحيح، كتير مزبوط استاذ ادم، لانه اليوم اللي دخله محدود واللي ما تغير مداخيله في عنده اولويات، يعني الاتصالات رح منا اولويه، في دواء، في مدرسه، في مستشفى، في امور، في اكل وشرب، في بنزين، وهذا كله عم بيزيد، فرح تبطل الاتصالات اذا انضربت باربع مرات او خمس مرات، هي اولويه بمصروفه يمكن ما يكون عنده. فهون لما بنحكي نحن بانكماش، ساعتها الناس رح تقلل استعمالها لشبكات الخليوي او للاتصالات بشكل عام، مما رح يؤدي لتناقص بالمدخول اللي هن كانوا رسمينه. يعني اذا نحن يعني وقع حدا يفتكر انه اذا انا قلت رح اضرب باربع مرات المدخول اللي عندي اليوم انه انا رح اجيب أربع أضعاف هالمدخول. وفي أمثلة، يعني فينا نعطي مثل سريع، أنه في دول اللي بتمرق بهايبر انفليشن بتروح على تعديل لمرسوم التعرفة عندها، وفي اكزامبل صار أول السنة أنه زادوا التعرفة 100%. طيب لما أجوا على نتائج المداخيل طلعوا المداخيل زايدين 40%، وهي طبعا عم نحكي نحن بدول بيكون في زيادات للمعاشات. النموذج اللي عم تحكي عنه بأي بلد؟ جيراننا بسوريا. اوكي،
عندهم كمان هن تضخم وعندهم مشاكل اقتصادية ومالية، فبس يعني هيدا ما جاي بس انه هن راحوا وهول شركات خاصة كمان، يعني نحن عم نحكي هونيك في مش بتملكهم الدولة، فهي الشركات الخاصة طلبت من الحكومة انه بدنا نعدل قانون التعرفة، فعدلوا لهم قانون التعرفة وزادوه 100%، ومع هذا وكله مداخيلهم ما تخطت ال 40% زيادة. وهنيك كمان ما بدنا ننسى انه يعني من وقت للتاني على طول عم بيزيدوا المعاشات، يعني تماما زيادات التعرفة تترافق مع تعديل الاجور والرواتب بالوقت اللي احنا كل شيء تكرموا عليه وبمساعدة اجتماعية تكاد تشبه الإعاشة لكل واحد واقف على اجره. صحيح. فمن هالمبدا بس انه اولا عم نحكي عن اسعار، ما عم نحكي على ما دقوا بالتعرفة، ما غيروا حتى سعر الدقيقة، يعني إن اليوم عم بيقولوا سعر الدقيقة بعد 11 سنت أو 25 سنت بالنسبة للكروتة الفري بايد، يعني ما قالوا أنا نزلتها، قالوا أنا عملت ديسكاونت عليها، أنا خصمتها ب 75% أو ب 66.67%. ف قانون التعرفة بيكون إنه أنا هيدا ال 11 سنت أو ال 25 سنت نزلته أو رفعتهم، عفواً لأنه أنا عم زيد، فأنا رفعتهم، بس رفعتهم بالليرة اللبنانية. إذا بدنا نزيد على هالموضوع أنه بعضهم مصرين يخلوا قطاع الخليوي تسعيرته بالدولار. قبل ما نفوت على يعني نحن، أنا كمان شخصياً اشتغلت كتير على قطاع الاتصالات، ويعني كيف ما بتضرب بإيدك كنت تشيل الملف بهدر ملايين الدولارات. بس قبل ما نفوت على هالموضوع تحديداً، يعني كان هناك تقرير مؤخراً لديوان المحاسبة، تقرير مفصل من 147 صفحة ما بنعرف شو صار فيه، تحدث عن الهدر الهائل بهذا القطاع. بس في مسألة كمان ذكرها وزير الاتصالات تشير أو ربما توحي بأنه رح يكون في هناك طرد لفئة كبيرة من المشتركين خارج الشبكة نتيجة توجه نحو إلغاء شبكة التوجي. نعم. هل وإذا بدك تشرحنا إياها تقنيا هذا شو كيف يعني شو ممكن يؤدي، بس هل ستتحول يعني هذه الخدمة للبعض إلى خدمة رفاهية لن يتمكن جزء كبير من اللبنانيين من الحصول عليها؟ ممكن يعني إذا بدنا نحكي شوية عن موضوع إطفاء شبكات أو زيادة الأسعار، أنه طبيعي يعني في ناس ما رح تقدر يمكن تكمل أنها تستعمل تليفون الخليوي، رح يصفي شيء لوكس، ما رح يكون هي خدمة عم بتأديها الدولة لمواطنينها، لأنه نحن اليوم طالما القطاع بتملكه الدولة اللبنانية مجبورة تقدر تأمنه لكل المقيم، بس عنا يعني أمثل كتير مش هيدا اللي عم بيصير. بخصوص بس موضوع إطفاء الشبكات، لأنه بعتقد كمان أساسي وعم يضرب غير الشبكات، عم يضرب كمان الاستعمال للشبكات، أو يعني بدل ما نكون نحن كمشغلين شو شغلتهم أنه يحفزوا الناس أنها تستعمل أكثر تليفوناتها، نحن اللي عم نعمله لا، عم نقول لهم أنه ما رح تقدروا تستعملوا تليفوناتكم مثل ما أنتم بدكم. بملخص صغير يعني وما رح يكون تقني، يعني رح جرب بسط الأمور قد ما بقدر، نحن عنا ثلاث أنواع شبكات اليوم موجودين، عنا جيل الثاني اللي هي 2G، هذه بس بتحكي صوت، عنا 3G هي خليط بين صوت يعني اتصال هاتفي وفيديو، وبين انترنت على التليفون، وعنا الجيل الرابع اللي هو بس انترنت ما في صوت. فالاقتراح اللي عاملينه بالوزارة لمجلس الوزراء، يعني هذا المرسوم اللي طلبوه، والحقيقة أنا ما بعرف ليش رايحين على مجلس الوزراء بشغلة تقنية، يعني لازم الشركات مع الوزير يقدروا يبتوا فيها، ما بدها مجلس يمكن ما بده يتحمل مسؤولية قرار كبير من هذا النوع لحاله، يعني فينا نحلل بس اللي عم ينطلب أنه أنا في عندي الجيل الثاني بشركة ألفا عم بيكلفني سنويا، او هو طبعا يعني شو الفكره منها انه انا اذا بطفي الجيل الثاني بالشركتين تاتشو الفا وبطفي فوق 80% من 3G الجيل الثالث بتاتشو الفا بقلل الكلفه وقدرها، بقدر وفر بالسنه
أو على 3 سنين 42 مليون دولار. يعني وهي يعني بالأرقام أنا ما عندي التفاصيل شو هن 42 مليون دولار، كيف بنقدر نحسبهم وكيف بنقدر نتأكد أنه رح يكون في تخفيف للكلفة بهالمواضيع. على كل انفا نحن اللي جايين عم بيقولوا أنه رح نطفي 2G بشكل كامل و 80% من 3G. طيب إذا نحن قلنا الجيل الرابع ما عنده إمكانية يخليك تعمل اتصال عادي هاتفي، طيب أنا ضربت الـ KPIs يعني المؤشرات الإنتاجية أو المؤشرات تبع الشركات، يعني فنوعية الاتصالات رح تتراجع، الوصول للشبكة رح يقل، يعني رح نرجع على الفترة السابقة اللي كنا فيها أنه يا ينقطش الخط يا ما نقدر نكمل مخابرة يا يطول حتى نقدر يرن ويجاوبونا، لأنه منا مدروسة. يعني لما بدنا نعمل هيك شيء بده يكون نحن عم نعمل استثمارات بالجيل الرابع تنطوره ويصفي عنده مثلا فويس، يعني في شيء اسمه فويس اوفر ال تي نحن ما عندنا، يعني فمن هالمبدا هاي اكيد رح تتاثر نوعيه الاتصالات ورح تتاثر الكميه، لانه لما الناس رح تتعب انه ما عم تعلق خلص بلاها بحكي على الثابت بلا ما احكي ببعت، فرح نلاقي كمان انه مداخيل الشركات رح تتاثر من هيك قرار. بس انا اذا بس بتسمح لي اكيد لانه في رقم ضروري ينذكر على حجم يعني كم يعني الاف المشتركين اللي حينجبروا صحيح ويمكن هن مش قادرين مع يعني انا بس لانه عندي كمان ملاحظه بالمبدا انه بالمرسوم اللي عارضه على مجلس الوزراء بيقول اذا انا بطفي الجيل الثاني 2G تبع الفا رح اوفر 7.4 مليون دولار إذا بطفي الجيل الثاني من بيتاتش رح وفر 150 ألف دولار في هامش كتير كبير. طيب مع أنه أنا معلوماتي أنه الجيل الثاني بيتاتش هي ما صار لها 5 سنين انعملت، هاي اللي انعملت وقتها كبينا ZTE وجبنا هواوي على أيام الوزير جمال الجراح صحيح، فبعدها صالحة. يعني اليوم الوارنتي أو كل كلفتها مدفوعة لحديت تقريبا نص 2023 لشهر 7 أو لآخر 23، فنحن اليوم ما عندنا حاجة، وحتى 150 ألف منه رقم كبير حتى أنا أطفي شبكة، بينما يعني حتى بالمقال اللي أنا كتبته وبدراسات قبل انعملت وبتقارير كتير انعملت بينحكى على شيء اسمه الناشنال رومينج أو التجوال الوطني. طيب ليه ما عم نفعله؟ إذا أنا بس باخد بهالأرقام بقول لا أوكي بفهم أنه بدي أطفي ألفا، بس خليني أعمل ناشنال رومينج لا مشتركين ألفا 2G لما ما عندهم 3G أو 4G أنه يقدر يكون عندهم إرسال من شبكة تاتش اللي هي كلفتها مش كتيرة. ففكرة انه نشغل الناشنال رومينج ما بعرف ليش هني ضدها. هلا ليش هي مهمة؟ لانه حسب التقرير حسب هن المرسوم اللي مطلعينه عم بيقولوا اذا طفينا شبكة 2G ما رح نحكي ب3G وال20% اللي باقي، لانه كمان ما رح تكون يعني عم بتساعد الناس انها تكون مرتاحة باستعمالها لهواتفها. بس اذا طفينا 2G هن عم بيقولوا انه في 222 الف مشترك بعضهم بيستعملوا هواتف قديمه ما بتشتغل الا على 2G. هول 220 الف بدهم يضطروا يروحوا يشتروا تليفونات جديده صحيح. طيب اذا هول ال 220 الف استاذ ادم اكيد هن من الافقر، يعني كل الناس صارت فقراء اساسا مش جايبين تليفونات متطورة بين مزدوجين لكي تتلائم مع الشبكات الجديدة، لأنه بكفيهم الاستعمال اللي هن بيستعملوا. بيكون المبالغة أنا أقول أنه أنا في عندي 220 ألف مشترك مهددين بأنه يصيروا خارج الشبكة على الأقل لفترة معينة. طبعا لا، أنه هلأ هني رح يعطون عم بيقولوا بيعطون 4 أشهر وبيخبروهم أنه روح يشتري تليفون. طيب إذا ما معه مصاري يشتري تليفون، إذا ما بده يشتري تليفون ومرقوا ال4 أشهر وهني طفوا شبكة الجيل الثاني طفوها بشكل كامل،
هو بطل عندهم استعمال التليفون، بطلوا قدرانين يستعملوا تليفونهم. هلا بسنوا سنانهم المستوردين الاجهزه الخلويه على يعني حجم هلا هل زياده عن هيك، في عندك كمان عدد كبير من ال 5400 جهاز مستعمل من قبل الاجهزه الامنيه بيستعملوا الجيل على 2G، فهو كمان رح يتضرروا. طيب اذا نحن عندنا حل، بنطفي شبكه من خل الثانيه وبنعمل عليها ناشونال رومينج وما عم نخلي الناس تطلع من الخدمه، بالعكس يعني انا برجع بقول المفهوم الاساسي لاي مشغل خليوي هو انه يخلي الناس تستعمل اكثر تليفوناتها من انه تستعملها اقل، وهيدا اللي بنحكي فيه بيؤدي لانكماش، لانه اشتراكات اكثر في هذا القطاع يؤمن حتما ايرادات اضافيه. يعني انه انا اللي بفهم، انا مني كثير خبير تقني بهالامور، بس انه يعني فلسفه كل قطاع اتصالات يذهب نحو انه انا كيف بدي اوسع الشبكه لزيد مشتركين لزيد ايرادات من زياده المشتركين، بين المقاربه اللي عم بتتم انه خليني انا شوف كيف في طلع عالم من هذا القطاع. نعم. لخفف كلفه علي. صحيح صحيح. طيب يعني بهيدي النقطة بننتقل للنقطة اللي بعدها اللي هي مرتبطة ب يعني طلع تقرير عن ديوان المحاسبة تحدث عن ملايين وملايين الدولارات من الهدر في هذا القطاع، وحتى هذه اللحظة ما بعرف يعني أنا حصل على اطلاعي لم يكن هناك أي مفاعيل قانونية لهذا التقرير، اللي بخلاف الإخبارات اللي تقدمت سواء من النائب حسن فضل الله وأيضا يعني مطالبات عدة بفتح تحقيقات برلمانية في هذا الإطار، ولكن هذا التقرير صار له مفعول قانوني أي يمكن الاعتداد به لتقديمه للنيابة العامة التمهيدية أو لفتح تحقيق بهذا الموضوع. بالوقت اللي عم نروح نحن نحو زيادة أسعار، كم من الملايين التي تثبت هدرها بتشير أو بتعطيك فكرة أنه أنا مش مضطر روح لهذا المطرح لزيادة يعني الإيرادات بالوقت اللي أنا فيه خفف التكلفة بأماكن الهدر؟ كتير مزبوط الحقيقة، هو هذا اللي بدنا نربطه ببعضه، أنه نحن عم نحكي من فترة أنه لازم نروح على تخفيف الكلفة، ما فينا عطول نروح على المواطن وندفعه ضريبة زيادة حتى نقدم له خدمة هي من حقه يعني. ف انه اخر تقرير كان هو ديوان المحاسبة عم يحكي مش على ملايين، عم يحكي على مئات الملايين اللي هدرت بها القطاع. طيب هذا تقرير طالع من اهم هيئة رقابية بلبنان، وبعرف انا انه توزع على الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بعرف كمان أنه توزع على النيابات العامة، يعني النيابة العامة المالية، النيابة العامة التمييزية، وطبعا في نيابة عامة بديوان المحاسبة، كلهم صاروا على اطلاع بهالتقرير. طيب لما نحن عم نجي نقول أنه ما بقى عندنا حل، يا منطفي شبكات يا منزيد أسعار بشكل أنه الناس ما تقدر تتقبلها، يا بدنا نوقف الخدمات، يعني في ملفات، في تقرير رسمي طالع عن هيئة رقابية محترمة بتقول هدر بمئات الملايين، شو عملنا؟ ما شفنا حدا تحرك. هون بس نقطتين بدي اشير لهم، انه يعني هذا المقاربة اللي يعني تفضلت فيها بتشبه الى حد كبير المقاربة اللي تبنتها الحكومة بخطتها المالية، اللي قالت بما تسرب عنا بانه حددت وين صارت الأزمة أو ما هي شرارة الأزمة اللي لها علاقة بتهريب الأموال وراء سميلة، إنما ما جابت سيرة أنه أنا مضطر أو لازم رجعهم، بالوقت مثل ما شارد ديوان المحاسبة قالك في ملايين هدر بدون ما حدا يضطر ويعذب خاطره يحاكم أو يلاحق من تسبب بهذا الهدر. بس نقطة تانية إشارة، لأنه يعني وزير جمال الجراح خصني بدعوة خاصة رفع علي نتيجة تقرير تناول الهدر في شبكة زتي إيه واللي صار، وهي واردة بقلب التقرير، فتصافى أنت وديوان المحاسبة بعد صدور هذا التقرير. سؤال أخير قبل ما نختم، هل ما يجري في هذا القطاع، دائما نحن نسأل على أنه هناك محاولات مستمرة لضرب هذا القطاع إلى أقصى حد لخفض كلفته وقيمته للتوجه نحو الخصخصة، هل بتوافق على هذه المقاربة أنه هناك نية حقيقية للذهاب نحو هذا المطرح كرمال هذا القطاع ما يعود ملك الدولة وبالتالي بيعه بأثمان بخسة؟
هلا موضوع انه نروح على تخصيص او نوع من تخصيص هي الخصخصه، منا موديل واحد، في يكون عده اوجه للخصخصه، انما نروح على مبدا انه يصفي فيه قطاع خاص عم يشتغل او عم يقدر ينتج بهالقطاعات ويفعلوا اكثر، منا غلط. انما اللي انا بقدر اشوفه انه القرارات اللي عم ناخذها، الطريقه اللي مندارة فيها هالشركات من وقت يعني من اخر 10 سنين لليوم، انه في محلات ما كنا عم نطلع على الانتاجيه، كنا عم نشوف قد ايه هالقطاع بدخل مصاري للخزينه، مش قد ايه بينتج، مش قديش في ينتج مصاري للاقتصاد، وهيدي مقاربه كثير خطره. انما اليوم اذا بنطلع على هالقرارين، انا في يكون عندي يعني نظرتين، في بقدر بقول اذا طفوا شبكات وزادوا اسعار وخف الاستعمال وضربوا الشبكات يعني من ناحية الكواليتي تبعها، طيب إذا أنا بدي أعمل خصخصة السعر اللي بقدر بجيبه، إذا كنت بجيبه قبل ما أعمل هيك حركات رح نزله، طيب إذا أنا ما بدي روح على الخصخصة لأنه هلأ دي صارت قطعة الانتاجية، فبالتالي أي قطاع مهتم في مشاكل كتير، أي شركة مهتمة بشراء هذا القطاع بيقول لك أنت هلأ دي حجمك، فأنت سعرك وطيت بعد سعري أكتر من ما هو كان قبل ما أخذ قرارات منا كتير مدروسة. طيب اذا انا ما بدي روح على بيع، بدي ارجع اجيب شركات تشغل، طيب اذا انا عندي كل هالمشاكل، اذا كانوا ياخذوا مني 1000 تي يشغلوا الشركه رح يطلبوا هلا 1005 لانه انت عندك مشاكل، فبالحالتين نحن ما عم نفيد اي قطاع خاص معقول يفوت بالشكل اللي بيحافظ على هال 6 مليار حسب تقرير ديوان المحاسبه، في 6 مليار دولار انصرفوا على الشبكات آخر 10 سنين.